بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 27، كتاب النذر، وفيه 5 أبواب. والله يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر صفة محمودة حث الله عليها وعاب على النصارى أنهم نذروا على أنفسهم الرهبانية، فعاب عليهم أنهم فما رعوها حق رعايتها، فدل على أن الوفاء بالنذر واجب في الجملة. ليه في الجملة؟ لأنه فيها تفاصيل، في بعض النذور لا يجب فيها الوفاء كالنذر بالمعصية، فلما نقول الوفاء بالنذر واجب في الجملة. ليه في الجملة؟ علشان في تفاصيل بقى، فهم؟ إن كان النذر بفعل طاعة فوجب الوفاء به، سواء كان معلق على أمر أو غير معلق على أمر، فإن كان معلق على أمر يسمى نذر مشروط، يعني يقول: إن شفى الله لي ابني أصوم يومين، فشفى ابنه وجب الصيام، يسموه إيه؟ نذر مشروط. فإن نذر نذرا مشروطا ويكون هذا النذر بطاعة وجب الوفاء به، وإن نذر مطلق طاعة كأن يقول لله: علي أن أصلي كل يوم 10 ركعات تطوع ما حييت، يبقى في الحالة دي وجب على أن يصلي كل يوم 10 ركعات ما حييت. زي كده نظام إيه؟ الأوراد عند الصوفية، ينذر لنفسه ويأخذ العهد على الشيخ أنه يستغفر كل يوم 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، ويصلي على النبي 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، ويقول: لا إله إلا الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء ما حي، يسموه العهد. أو العهد ده نوع من النذر، عاهد الشيخ أن يواظب على هذه الطاعة، واضح؟ فيسمى نذر وجب الوفاء به. أما إن نذر بعدم فعل مباح أو بفعل معصية فلا يجب الوفاء به، بل يحرم أو يكره إن كان في تقييد بمباح. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ الجمهور أنه لا كفارة عليه. نذر مثلا ألا يصلي، نقول له يحرم عليك الوفاء به. طب وهل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه شيء عند الجمهور، لغو، يسموه لغو. وعند أحمد بن حنبل أي نذر كان سواء كان بمعصية أو غيره إن لم يوفي به يبقى وجب عليه كفارة يمين، واضح؟ يعني لو نذر معصية يحرم الوفاء بها وعليه كفارة يمين عند الحنابلة، ولا شيء عليه عند الجمهور، فهمت المسألة؟ نذر ألا يفعل شيئا مباحا، قال لله: علي ألا أكل الفول والطعمية، وهو مصري عايش في مصر، زي مصري وما يأكلش فول وطعمية، صعب، فهم؟ فنقول له له ولا شيء عليك، لا توفي ولا شيء عليك، فهم؟ واحمد بن حنبل يقول له ايه؟ لا توفي وعليك كفارة يمين، فهمت بقى المسألة؟ لو نذر نذرا ونسيه
لكن متيقن من النذر ولكن لا يتذكر المنذور. واضح؟ ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. كفارة يمين يعني ايه؟ يعني يطعم 10 مساكين او يكسي 10 مساكين، فان عجز فيصوم 3 ايام. ادي معنى كفارة اليمين. باب الامر بقضاء النذر. والقضاء النذر هنا يعني معناه اداء النذر. قضاء النذر هنا معناه اداء النذر. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث 23 بعد 304,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده عنها. يبقى يجوز قضاء النذر عن الميت، يجوز قضاء النذر عن الميت مطلقا عند الشافعية، واذا اوصى عند المالكية والاحناف. يبقى الميت اذا نذر نذرا ولم يوفيه ومات يستحب قضاء النذر من ورثته بالنيابة عنه. ان ترك مالا من ماله وجب، وإن لم يترك مالا يستحب من مال أحد الورث. فهمت؟ يعني عليه نذر ومات وترك تركة، وجب أخذ هذا النذر من التركة قبل أن تقسم إرثا طالما ترك. طب لم يترك، يستحب لأحد الورثة أن يتطوع ويوفي نذره، يستحب ولا يجب. وعند المالكية سواء ترك أو لم يترك هم والأحناف لا يؤدي نذره إلا إذا أوصى، أما إن لم يوصي فلا قضاء لأحد. واضح؟ فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. هذا كله في النذر المالي، يعني لو نذر الميت قبل أن يموت نذرا ماليا فيكون الحكم كما قلنا. طب لو نذر نذرا بدنيا يعني أن يصوم أو أن يصلي فده نذر بدني، هل على الورثة أن يقضوا أم لا؟ خلاف. وجهان عند الشافعي، وجهان عند الشافعي، والجمهور أنه إن كان ماليا يفعل فيه كما قلنا إذا أوصى عند الملكية والأحناف، ومطلقا عند الشافعية إذا كان ماليا. أما إذا كان بدنيا فوجهان عند الشافعية وهم مذهبان. فالجمهور أنه لا يقضي النذر البدني عن أحد، لا يقضى النذر البدني عن أحد. البدني يعني إيه؟ يعني صلاة، نذر أن يصلي 100 ركعة ثم مات ولم يصلي 100 ركعة، ولاد يقوموا يصلوا 100 ركعة بالنيابة عنه ولا ما يصلوش ولا يقوموش. فهم؟ في وجه عند الشافعية يقول لك ولاده يقسموا 100 ركعة عليهم يصلوا ويوفوا نذر أبيهم. وجه تاني عند الشافعية قال لك لا، الأمور البدنية لا تؤدى إلا من صاحبها، فلا تجوز فيها النيابة ولا الهبة. وننصح بقضائها تبرئة للذمة لأن الأمر فيه خلاف، خصوصا أنه ورد عن رسول الله أنه أجاز الصيام عن الميت،
والصيام عبادة بدنية، مش كده برضو؟ وبالتالي ننصح بقضاء النذر البدني كالمالي سواء بسواء تبرئة لذمة الميت. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. النهي عن النذر المشروط يسمون النذر المعلق، لأنه حكمه أنه مكروه، يبقى النذر المعلق حكمه إيه؟ مكروه، لأنه فيه إساءة أدب، لأنه فيه نوع معاوضة بينك وبين الله، فهذا لا يليق. تقول لربنا لو عملت لي كذا أعمل الطاعة الفلانية، كأنك بتتعامل مع الله بالمعاوضة، هذا لا يليق، فيه إساءة أدب. إن شفيت لي ابني أذبح شاة أتصدق به، هذا على سبيل المعاوضة، هذا لا يليق. يسموه النذر المشروط، نذر العوام، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يقتطع من البخيل ولا يرد من القضاء شيئا، لأنه في نوع إساءة أدب. لكن إن فعله واجب الوفاء به، إن تحقق شرط، إن فعله فعل فعلا مكروها وواجب الوفاء به. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. مش مطلق النذر بقى، النذر غير المشروط يسموه نذر بر أو تبرر، كويس، والنذر المشروط يسموه نذر معلق، والنذر بفعل معصية يسموه نذر اللجاج. يبقى احنا ممكن نقسم النذور الى ثلاث انواع. يبقى في النذر ايه؟ البر اللي هو نذر مطلق طاعة، تقول لله علي ان اصوم الاثنين والخميس ما حييت، ده نذر بر حلو، فهمت ازاي؟ ده نذر بر ما يجراش حاجة. والنذر المشروط ان تعلقه على شرط، إن نجحني الله في الامتحان أتصدق بألف جنيه مثلا، علقه على شيء، ده نذر معلق مشروط مكروه ويجب الوفاء به. أما نذر اللجاج فهو نذر غير مباح، كأن ينذر قطيعة رحم أو إذاء مسلم أو فعل معصية، أو نذر يعني نذر أن يشرب خمرا مثلا، أو نذر أن يضرب إنسانا ويعذبه بغير حق، فهم؟ يبقى ده يسموه نذر الأجاج وهو حرام. وفي نذر الأجاج يحرم الوفاء به ولا شيء عليه عند الجمهور إلا الحنابلة، قالوا عليه كفارة يمين. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا، يعني من القضاء، وإنما يستخرج به من الشحيح، لأن المسلم المفروض أنه يتصدق ويفعل الخير بلا شرط، فلما يخرج الخير من المسلم عند الشرط فقط يبقى شحيح، فهمت بقى؟ وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر
وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعشان كده قالوا إن النذر المشروط مكروه من أجل هذا، مكروه ولا يحرم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر. طب وليه نهي النبي عن أننا ننذر ونشرط؟ مخافة أن نعجز عن الوفاء، فالنبي كان شفوق بأمتي ورحيم بهم. تيجي ينذر وكثيرا ما تجد الناس كتير يقولك نذرت لله كذا ثم عجزت. طب وليه نذرت من الأول وتشغل ذمتك؟ ليه ما انت ذمتك بريئة من الأول، ليه تشغلها؟ فهمت؟ فالنبي كان ايه يعني بأمته رحيم، فعشان كده قال له ما تنذروش مخافة أن يعني عليكم أن توفوا بالتكاليف الشرعية، ما تكلفش نفسك حاجة زيادة بدل ما تقصر فيها. فاهم؟ ربنا بيقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فعاب عليه. هي ما كانتش مفروضة عليكم فرضتوها على نفسكم وما رعيتوش حق رعايته، طب ما كنتوا تركتوها أحسن. فاهم؟ وعلشان كده النبي كان يكره لأمته أنها تكلف نفسها أعباء وتكاليف لم يكلفها الله بها مخافة أن تقصر فيه. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. يعني لا تظن أنك أنت لو قلت لربنا يا رب لو شفيت لي ابني حذبح خروف يوم ربنا علشان ذبح الخروف يشفي لك ابنك. لا، هو ابنك ربنا كتب له الشفاء هيشفيه، مش كاتب له الشفاء مش هيشفيه، سواء ذبحت خروف او ما ذبحتش. فهمت بقى المساله؟ قدر الا نافذ يعني. فادي معنى لا يرد شيئا من القضاء، ادي المساله. لكن لك ان تدعو تقول يا رب اشفي لي بس وخلاص. ولما ربنا يشفيه بقى اعمل انت خير، اي خير بقى، شكر لله على النعمه. لكن ما تلزمش نفسك بشيء معين تيجي تعجز عنه. فهمت؟ لكن لا باس انك انت لما ربنا يمن عليك بنعمه انك انت تشكر الله عليها على سبيل بقى ايه التطوع، وتبقى ساعتها حر في اختيار ما تفعله. تجيب خروف، تجيب حته شويه لحمه، ما تطعم اي طعام، تتصدق بمال، تبقى انت حر نفسك بقى، لانك انت ما الزمتش نفسك بشيء معين، لان الناذر واجب الوفاء كما شرط على نفسه، ولا ينعقد النذر الا بالتلفظ، اما ان قال في قلبه فلا انعقاد للنذر. مطلق البر. تقول مثلا لي علي ان اقرا جزء قران كل يوم ما حييت. ده حلو، ده عباده. زي الورد بتاع الشيخ اللي يديهولك يقول لك صلي على النبي كل يوم 100 مره الصبح وبالليل، تقول له حاضر. تعيش كده طول عمرك تبقى جميله. واخد بالك؟ يسموه العهد عند الشيخ، خد العهد عند الشيخ. فهمت؟ اللي كتب الاوراد عند الصوفيه دي كلها من ابواب النذور، بس النذور مطلق بر، مطلق طاعه. فهمت؟ او ينذر لله انه كلما فعل معصيه احدث توبه، نذر كده لله كل ما يغلط يتوب. حلو، وفي. فهمت بقى ازاي؟ لان ده امر مطلوب به، وهكذا. انما المشروط لا، هو اللي ايه اللي فيه ازمه. وكما قلت لك اذا عزمت بقلبك ان تفعل شيئا فلا تعتقد انه يجب الوفاء بعزم القلب، لكن يجب الوفاء بتلفظ اللسان. فالنذر لا ينعقد الا بلفظ اللسان. واضح؟ يعني نقول لله علي ان افعل كذا، لكن لو عزم بقلب دون ان يتلفظ تسمى نيه وليست نذرا، ولك ان تفعلها او لا تفعلها انت حر.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فلا تكن علاقتك بالله علاقة بخيل، ولكن خليك كلما أحسن الله إليك تحسن، أحسن كما أحسن الله إليك. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، يعني نذر أن يتصدق بسيارة جاري، أنت تملكها؟ هل أنت تملكها حتى تتصدق بها؟ فهم؟ يبقى لا نذر فيما لا تملك. نذر أن يبيع بيت عمه حتى يتصدق بثمنه. طب انت تملك يا ابني، انت تملك دي، يبقى لا تنذر الا فيما لا تملك. فهمت ازاي؟ وكذلك نذر في معصيه، نذر ان يؤذي مسلم او ان يقطع رحمه، يقول لله علي الا ازور عمي او خالي ما حييت عشان حصل سوء تفاهم بينهم مثلا، فده نذر معصيه يؤدي الى قطيعه رحم او اذاء مسلم، او نذر الا يصلي في المسجد ما حي علشان راح المسجد سرقوا حذائه مثلا فحزن من سرقة الحذاء ده وقال لله علي الا ادخل مسجد ما حييت، نقول له لا، لا توفي هذا النذر. ليه؟ لان واجب تيجي صلاه الجمعه، واجب. فهمت ازاي؟ صلاه الجمعه دي واجبه فلازم هتخص مسجد. يبقى ايه النذر؟ معصيه لا يجب الوفاء بل يحرم الوفاء. طب وعليه حاجة لا كفارة عليه عند الجمهور وعند الحنابلة؟ عليه كفارة يمين. عند الحنابلة عليه ايه؟ كفارة يمين. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. العباء دي ناقة النبي اللي قالت للنبي بعد كده في من هذا الأسر. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق يعني في القيود، قيود الأسر يعني. قال يا محمد، فأتى فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج اللي هي العباء لأنك بتسبق يعني. فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، لأن حلفاؤه لم يوفوا بعهدهم. فهمت؟ ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني طالما أنت أسلمت في الأسر. فهمت إزاي؟ فلو أسلم في الأسر لا اسلامه لا يفك اسره. فهمت ازاي؟ اسلامه لا يفك اسره، لكن لو اسلم قبل الاسر يفلح ما يبقاش اسير. فاهم؟ فاذا اسلم في الاسر فهو ايه؟ حسب اختيار الحاكم، له ان يفك اسره ويعتقه، وله ان يجعله ايه؟ يقبل الفداء او ان يضرب عليه الرق. شوف قد ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ لو قلتها اني مسلم يعني وانت تملك امرك وانت حر قبل ان تقع في الاسر
أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه. شوف قد إيه بقى يعني أخلاق النبي الجميل. رجع له ثالث مرة فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فأسقني. قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين، يعني هذه حاجتك يعني جاب له طعام وشرب ففدي بالرجلين اللي هم أسروه من المسلمين. فهمت إزاي؟ فهل يجوز أننا نرجعه لقومي بعدما أسلم وقومه مش مسلمين أم لا؟ قال لك إذا كان ذو عشيرة وقومه يحفظونه ترجعه، وإن كانوا يفتنوه عن دينه لا ترجعه. فهم؟ ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق اللي هي المرأة دي، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العباء فلم ترغو. العباء كانت ناقة منوقة، يعني إيه؟ يعني مدربة يعني. فهمت؟ فلم ترغو. قال وناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت، هربت يعني على العباء. ونذروا بها، يعني احسوا بها وعلموا ان هي خرجت من القصر بتاعه وركبت الناقه، وايه ركبت الناقه وشرخت زي ما بيقول المصريين، واخد بالك يعني ايه؟ هربت. فطلبوها فاعجزتهم لانها كانت ناقه ايه يعني تسبق، يسموها ايه سابقه الحاج، كانوا يخشوا بيها السباق. فطلبوها فاعجزتهم. قال ونذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها. ادي جايب كل قصه دي عشان النذر ده. قالت لو ايه؟ لو ربنا نجاني على العباء دي هنحرها اذبحها. فلما قدمت المدينه راها الناس فقالوا العباء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليا لتنحرنها، بدل ما تكرمها تقوم تذبحها. حاجة غريبة يعني، نذر غريب يعني. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هي ما كانتش تملك الناقة دي كمان، العباء دي ناقة النبي، هتنحر ناقة النبي؟ طب هي مالها؟ هي لا تملكها. فهمت؟ لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. هل النبي أوجب كفارة؟ ما أوجبش كفارة في الرواية دي، عشان كده أخذ بها الشافعية والجمهور. في رواية تانية رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن حسين أن قالوا عليها الكفارة، بس إسنادها ضعيف فما خدش بها الجمهور وأخذ بها الحنابل. واضح؟ ايوه. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه ايضا فاتت على ناقه ذلول مجرسة يعني مدربة. وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، يعني نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا. الشافعية مذهبهم إيه؟ إنه لا يوفي وعليه دم، يركب كل حاجة ويبقى عليه دم. باب من نذر ان يمشي الى الكعبه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال اخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن انس حا قال وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري وقال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن انس
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. يهادى يعني يمشي معتمدا عليهما، بمعنى يهادى. يبقى من يهادى بين رجلين يعني معتمدا عليهما، يعني مستندا عليهما. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هل قال له بقى عليك كفارة؟ ما قالوش. ده عشان كده الشافعية والجمهور قالوا لا كفارة عليه، يعني ما قالوش كفارة يمين يعني. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال: حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. سيدنا عقبة بن عامر مدفون هنا في مصر، حتى يقولك ميت عقبة على اسم، شو يقولك ميت عقبة؟ هي أصلا منية عقبة، منية عقبة، أما المصريين شالوا النون وقالت ميت عقبة، هي منية عقبة يعني الجهة اللي سكن فيها عقبة، فسموها المصريين ايه؟ ميت عقبة. عقبة بن عامر ده اللي حفظ سيدنا الحسين القرآن، خد بالك، هو كان شيخ سيدنا الحسين في القرآن، هو اللي حفظه له سيدنا عقبة بن عامر، وشرفت مصر به ومات ودفن به. ها؟ اظن اللي ضريح، لكن انا لم ازورهم. ها؟ في ورا الامام الليث بن سعد في ضريح كده يسمى ضريح عقبة بن عامر، ورا الليث بن سعد، وبعديه تمشي خطوتين كده يقول لك ايه ربع العدوية، مش كده؟ برضه محمد بن الحنفية، وهم ما جوش مصر اصلا. مصريين دول اصلا هم ايه، عندهم اضرحه كتيره ايه فاضيه. يسموها اضرحه ايه، اضرحه الرؤى، الرؤى يعني شاف رؤيه مثلا ان رابعه العدويه واقفه في الحته دي في المنام، يصحى يجي في المنام ده يروح قايم عامل له ضريح وكاتب رابعه العدويه. يسموها ايه، اضرحه الرؤى. وعن ابي قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، حافية يعني مش لابسة حتى إيه نعل، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت، فقال: لتمشي ولتركب، يعني كأنها ما توفيش بها يعني لأنها تعذب نفسها. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفارة النذر. الشفعية لأنه يمكن أن يمشي، لأن ده مش نذر مستحيل. وأن أي تقصير في أي أمر متعلق بالحج يكفر بالدم، فهمت ازاي؟ تملي كده العاده، فهمت ازاي؟ ده راي الشافعي، راي الشافعي. لا مش عقوبه ليه ولا حاجه، عشان بس ياخد ثواب نذره، يجبره ثواب نذره. باب في كفاره النذر. وعن ابي قال: وحدثني هارون بن سعيد الايلي ويونس بن عبد الاعلى واحمد بن عيسى قال: يونس اخبرنا، وقال الاخران: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمه
عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. حمله الشافعي على إيه؟ على نذر اللجاج. كفارة النذر كفارة اليمين. وبعض العلماء قالوا مطلق نذر، إن عجز عن أدائه كفر يمين، أو إن لم يرد أن يؤديه فيكفر بيمين، مطلق نذر. أو حمله بعض العلماء على معنى ثالث، أنه إذا نذر ونسي ما نذر فعليه كفارة يمين. كل دي تحتمل هذا الحديث. قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وعشان كده تملي الفقهاء يجيبوا لك إيه؟ كتاب النذور والأيمان مع بعض، الاثنين يحطوها إيه؟ في باب واحد، لأنهم متقاربين. ونقف على كتاب الأيمان غدا إن شاء الله، وفيه 13 بابا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.